مصير الحكومة الائتلافية الهشة في اليونان يبقى معلقا بما سيقرره حزب اليسار الديمقراطي خلال ساعات بعد التشاور بين مسؤوليه، وذلك بعد انهيار المحادثات بين الحكومة وشريكيها في الائتلاف حزب باسوك الاشتراكي وحزب اليسار الديمقراطي بشأن قرار رئيس الحكومة أنطوني السامراس إغلاق مجموعة ERT التلفزيونية العامة. أنا أود أن يستمر ائتلافنا الحكومي مثلما بدأناه، لكنني سأواصل تحمل مسؤولياتي كرئيس للحكومة في جميع الحالات وبطبيعة الحال بتنسيق أكبر وحتى بتجديد البرنامج الحكومي، فيما يبقى هدفنا مواصلة معركتنا لإنقاذ البلاد خلال الأعوام الأربعة المقبلة. مراسل يورونيوز من أثينا جياني ستاماتيس يعلق قائلا إن قرار رئيس الحكومة إغلاق التلفزيون العام يعتبر في جوهره مؤشرا على نهاية الائتلاف الحكومي ثلاثي الأحزاب، لكن بدون دعم اليسار الديمقراطي في البرلمان وبالاعتماد على دعم حزب بازوك فقط، يقول مراسل يورونيوز، سوف تتقلص الأغلبية بالنسبة لسامراس وقد يتسبب ذلك في تعقيدات في أي لحظة. قرار أنطوني سامراس القاضي بإغلاق التلفزيون العام وضع الحكومة على حافة الانفجار في الوقت الذي يتواصل فيه احتجاج العمال والمتعاطفين معهم بالاعتصام في مقر التلفزيون، وذلك في انتظار مصير الحكومة الائتلافية.